بعد إعلان واشنطن العثور على أجزاء مسيرة قالت إنها إيرانية الصنع استخدمت في الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت، طهران تقول إنها ادعاءات تقف وراءها إسرائيل وتؤكد التزامها بأمن الملاحة في الخليج. واشنطن تقول إن تحقيقاتها العسكرية تثبت بالدليل تنفيذ طهران للهجوم على الناقلة ميرسر ستريت في 29 من الشهر الماضي. السفارة الأمريكية في أفغانستان تدين هجمات طالبان على مراكز الولايات، الحركة تعلن عفوا عاما، والحكومة تقول إنها قتلت المئات من مقاتلي طالبان في عدة ولايات. رئيس الوزراء الليبي يلتقي أردوغان في إسطنبول، وتعزيز العلاقات الثنائية واستكمال تنفيذ المشاريع والاتفاقيات الموقعة بين البلدين على رأس جدول المباحثات. اليونان تواجه عشرات الحرائق المتزامنة، السلطات تخلي عشرات البلدات في جزيرة إيفيا وضواحي أثينا وتؤكد أن حسم المعركة ضد النيران لا يبدو قريبا. إذن هذه أبرز المحطات التي سنتوقف عندها مشاهدينا الكرام مع مراسلينا، أهلا بكم إلى هذه النشرة. والبداية بما قالته القيادة الوسطى الأمريكية من أن الخبراء الأمريكيين خلصوا إلى أن المسيرة التي استهدفت الناقلة ميرسر ستريت إيرانية الصنع، وأعلنت أن الناقلة تعرضت إلى هجوم غير ناجح من طائرتين مسيرتين عشية 29 من يوليو تموز الماضي، وذكرت أن الضرر الذي أصاب السفينة كان نتيجة هجوم بطائرة مسيرة ثالثة استهدفتها في اليوم التالي وكانت محملة بمتفجرات. معنا من واشنطن